ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غفر لمن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق جميع الذنوب والآثام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي بالحق إلى دار السلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم العرض على ذي الجلال والإكرام. عباد الله، في هذه الأيام المباركة تستقبل مكة وفود الحجيج، ويحتضن المسجد الحرام ضيوف الرحمن في مواكب مهيبة تجددهم عناية الله. جاءوا من كل فج عميق يلبون نداء ربهم ويجلبون آذان خليله. وأذن للناس بالحج ياتوك رجالا، وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. جاء الحجاج يحثون المطايا، يسابقهم الشوق ويحدوهم الامل، يغمرهم الفرح وهم في مسيرهم الى بيت الله المعظم، طامعين في تكفير الخطايا وبلوغ الجنان، يؤدون الركن الخامس من اركان الاسلام في أقدس بقعة على وجه الأرض. مكة المكرمة تاريخ وذكريات، سيرة ومسيرة. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا، مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إليه حج الأنبياء وصلى به إمام الحنفاء. من مكة شع نور الهدى وانطلقت رسالة التوحيد حتى عمت أرجاء الأرض وغيرت العالم، وأرسلت أجمل وأعدل حضارة عرفها التاريخ، فهي مركز العالم ورمز وحدة المسلمين ومصدر النور للعالمين. أفضل البضاع عند الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكة أم القرى، بها ميلاد أشرف الورى، وعلى في رباها نشأ وترعرع، وفي أرجائها مشى وما تضعضع. نصف قرن من الزمان شهدت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فأي شرف يعد هذا الشرف؟ ولو نطقت تلك الربا فأي سيرة ستذكر وأي تاريخ ستسرد؟ في هذه البقاع المشرفة نزل جبريل بالوحي وصدع النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد من جبل الصفا. لو حدثتكم عن الكعبة أو حكى عن زمزم والمقام لقالوا كان هنا أبو بكر وعمر، وكان عثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة الكرام. أضاءوا الدنيا وطهروا الأرض، واعترك التوحيد مع الوثنية حتى أظهر الله دينه القويم. هناك وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة المشرفة ليقرر مبادئ الدين الأمة ويرسم نهج الإنسانية الأرض التي عجزت عن تحقيقه كل الحضارات. أيها المسلمون، إن قصد هذه البقاع الطاهرة يكفر الذنوب ويمحو الآثام ويحط الأوزار، بل ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة أو نبينا عليه الصلاة والسلام. كم اشتاقت لمطحان مكة النفوس وهبت لرباها القلوب، وكم من باك شوقا وتبقى، وكم من متحسر يتمنى رؤية والد محسر، يتمنى المبيت ليلة بمنى، أو الوقوف ساعة بعرفة، أو المشاركة في ليلة مزدلفة، أو المزاحمة
الطواف بالبيت وسكب العبرات يتمنى هذه المواطن حتى تسيل العبرات وتتنزل عليه الرحمات وتقال العبرات وتستجاب الدعوات. سقى الله تلك الربا والبطاح وجعلنا وإياكم ممن يزورها. ولا زالت المواهب ستتفتق إن شاء الله بالحديد في الأيام القادمة من كل بد عميق. ما أجمل صوت التلبية تعد به الطائرات في الأجواء والمواحل في ركوب البحار والمراكب التي تلتهي الطرق وتقود السير آمنين إلى بيت الله الحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وجهة واحدة وهدف واحد كلهم مستجيبون. ثم حرم لله أو ثم حرم لله يلتقون. إنها قوائم الإيمان ورحلة الحياة. نسأل الله ألا يحرم أحدا من المسلمين. اللهم ارزقنا وإياكم زيارة هذه اللقاء يا رب العالمين. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على خيار عباده الذين اصطفى. عباد الله، منزلة الحج عند الله عظيمة ومكانته في الإسلام كبيرة. أوجبه ربنا بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما قبل الحج فيكفينا فيه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور. إنه تجارة الدنيا والآخرة ورب الدارين. عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي نقيا من الذنوب والخطايا. هذا مع مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بالمدينة: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة، أي صلاة 54 سنة. فهل يلام أحد في هوى الحرم بعد ذلك؟ ناهيك عن مواقف الرحلة في عرفات والاستلاف عند المشعر الحرام والتقدم في رجال منى والطواف بالبيت بين الصفا والمروة ورمي الجمرات، وكل ذلك من مواطن الرحمة وإجابة الدعاء. أما عرفات، وما أدراك ما عرفات؟ يقول عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار ليوم عرفة، وإنه ليجنن ثم يبادي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وعن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: إنهم يريدون رحمة ربهم وجنته، يريدون مغفرة ذنوبهم والعتق من النار، جاءوا من أقاصي الدنيا وأطراف الأرض، أو تركوا أهلهم وأوطانهم وأنفقوا كل ما يستطيعون للوصول إلى هذه الأماكن الشريفة في وقت ترى فيه بعض الموصولين القادمين يتكاسلون عن أداء فرائض الإسلام، ينفقون أموالهم ويضيعون أوقاتهم في السفر للنزهة واللهو والغفلة، ولم يحجوا حجة العمر. يعلم هذا أنهم تركوا ركنا من أركان الإسلام. يقول عمر بن الخطاب: من كان ذا ميسرة فلا فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وروي مثله عن علي بن أبي طالب: فليتق الله وليبادر المستطيع
الفوات لو فاجأه العجز أو الأجل فلن ينفعه الاعتذار بالتهاون والكسل. نسأل الله عز وجل أن يوفق حجاجنا الميامين، وأن يكتب لهم السلامة، وأن ييسر عليهم المناسك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم أجمعين. نسألهم هم أن يدعوا لنا ولبلادنا بالخير، وأن لا ينسونا في تلك البقاع المشرفة من دعائهم الصالح. اللهم يا رب اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها يا ربنا، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. لك الحمد يا ربنا على نعمة الغيب التي اخذت بها بلادنا. نسالك يا ربنا ان تغيث قلوبنا وان تغنيها وان تردنا الى صراطك المستقيم، وان تجعلنا من عبادك الصابرين. امين امين امين. والحمد لله رب العالمين. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قام للصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سمع الله
حميدا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللَّهُ